ماشي يا سيدي، انا ما عنديش مانع. عبد الجواد الصغير يلبس الهدوم اللي انت جايبها له من الاول، بس بعد كده انا اللي هجيب له كل الهدوم. هو في فرق بينه وما بينك يا دكتور؟ هو حضرتك خلاص قررت ان هو هيبقى اسمه عبد الجواد؟ بنتك شد حيلها عليا خالص يا متحديه. عبد الجواد ده عشان خلاص بقى من العيله، بس اسمه الحقيقي هتختاريه انت وجوزك. انا هسميه مدحت. مدحت؟ انا موافق، موافق طبعا. بس انا مش موافق. المفروض انت وجوزك تختاروا الاسم اللي انتوا عايزين تنادوله بيه وخلاص. هو رؤوف فين امال؟ رؤوف في المصنع كل يوم لحد وش الفجر. مش عارفه في ايه. هو في ايه يا عم؟ رؤوف فعلا اليومين دول مهموم، في اجتماعات كل يوم لحد الفجر. بس الشغل في الأحرار ماشي زي الساعة. أهلا وسهلا.